ازيك يا اسطى؟ كما كنت عاش من شافك. الحمد لله يا عم احمد، والله لولا ان القهوه بعيده عن البيت والشغل كان زماني عندك كل يوم. ده كفايه مكانها. فين الشاي بقى؟ تعرف يا كما كنت القهوه دي من ايام جد جدي، اهي صورته على الحيطه هناك اهي. ايه ده؟ الشرخ ده ما كانش موجود من يومين. مفيش مشكله، ما تقلقش، ده مش شرخ صعب، ده مجرد تنميله بسيطه، والحل عندي في شركتي CMB كيماويات البناء الحديث. يا ترى عرفتوا المنتج اللي هيحل مشكله الشرخ؟ كيم كراك ولا رولتون 50 ولا معجون كيماكوت 200؟ لو عرفتوا المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.